الاشياء والله هيمن والله فكره كان اياهم كنا نشتري اللي حرام بس روحوا يفطروا. محمد يما وين الدار؟ بدي اوقع شويه فاي. يا ريت كل من قال انا فلسطيني يسوي ويعمر، يا ريت. وش يغرنا المصاري، يغرنا السياره موديل سنتها، مضيع ارضه ويضيع شعبه. مين تشتغل؟ ايش صار لي؟ هذا العصر اللي انا فيه جدا مرته. هي عندك حل. طيب طعمت اخذت هالمجاري قديش دمرني انا والله العظيم. 35 زيتونه زي هذول اللي جرب عنده سبعه، عنده خمسه، وهذا عنده اثنين، وهذاك عنده اثنين صغير. اولادك جميعهم متجوزين ها؟ الحمد لله. ضبط. عندنا كان 2800 دولم، هالحين صفن هاللي تشوفك عين قبالتك هذول، وهالنتفة كمان عند اولاد سلفي ثلاث دولم اربع دولم في الشغير من 2800 دولم، انا عندي هان 18 دولم. والله جوزي كان موظف بشركة الكهرباء اخذها 280,000 شيكل تعابه، وعندنا غنمات بعناها. هسه لما جرفوا الشارع هذا طلع كل تراب المرج، كوموه كيف قتل قرنطل زي قرنطل تو كوموهن، رحت جبت بواقر وتركت الباقر يعبي والترك ينعف من اولها من غاد لما جيت ياكلها هان، هو ينعف وكا والباقر سهل. لما سحلتها سويتها ارض كانت زي هذيك خرابه، عمرناها وسويناها، وهنا بلشنا زراعه. اشتريت على حسابي 95 زيتونه، والله الحمد لله عايشه من وراها. لما نقص لي كل اسبوع ب 700-800 شيكل نعناع، شو نصرف انا وهالختيار؟ اولادي كل ما منهم بشغل الله يرضى عليهم، المهم احميها، بديش تصرف علي، المهم اظل ثابت فيها زي الجدار وحاميها. احسن شيء اني احميها، في غيره؟ احسن شيء انك تحمي ارضك. شايف لو تسنسلها تزرع فيها لو بلحه لو سروه لو شجره بور زي هذيك تزرعها ما تثمرش، المهم احمي. والله برعب عايشين، اقول لك مش عايشين برعب، والله عايشين. والله ليله اني جيت اغير الميه الساعه 7 المغرب، الا هم هان هاي في شارع من هنا يطلع من باب المعسكر يطلع عليك، الا هم لابدين على ماخذين الارض لابدين. يقول روحي على البيت، روحي الساعه 7 المغرب ولا شارع على البيت، انا عندي ميه تغير. انا قلت طب روحي ركيض على البيت. يلا نضلت خمس دقائق اطخك، اول ما حطوا خيط زي الشيك هذا، اول ما حطوا سلك خفيف عاودوا شويه اللي هالجرافات يشتغلن، شويه اللي هالشيك يشيك، شويه اللي هالبنا وهالقلع وهالعماير. يا عمي باطح باطح باطح، قال تعالوا علينا روحوا معنا على بيت ايلو خذوا تعويض. كيف ناخذ اللي ياخذ تعويض باع؟ هي لك عقار، قلت هاتي هالميكروفون، قلت لك هات وخذ لك هال 100 شيكل تعويض عليه، مش بعتني اياه؟ تعويض هذا القصه. قلنا احنا ما بدنا تعويض ولا شيء، اللي احنا فيه قاعدين فيه حامينا، وانتم نحن وياكم ربنا يحلها. يوم تفردن معي ما تسمع غير الخمساوي يصلح لك اكثر من مره، وانا اصمت الخمساوي زين. والله اخوي ساكن الجنين. النعنع؟ لا النعنع الصغير هذا، لا هذا حلو النعنع. لا الحكومة مش الشعب، الحكومة تقف معي والشعب كل واحد إيده طايلة لازم يوقف معي، لأن أنا بين ما يهمني أتدين وجهي وأسوي اللي ودي إياه وأسد نتفة نتفة. اطلع شو سوي فيها أولاد سلفي، حطوا فيها طمم تأخذ 30 شيكل عنا. لا تصبير.
تعال يا محمد، تعال تعال معي. لأن معسكر عناته هذا من الشارع الرئيسي لوادي العيساوية كله هذا ملك إلنا، لما تصل الشارع الرئيسي التحتاني ومن هنا كل نص لنص عناته. هذا الجدار كله احنا كنا قبله، والشارع هذا قبله كنا ساكنين، وقبل يجي المعسكر احنا ساكنين. معسكر صار بعد ما احنا وين بعدين المعسكر صار، احنا قبل اسرائيل كمان. واحنا كنا بعدين شوف كمان كنا زمان من جدودنا هان وجدود جدودنا كانوا يجوا يصيفوا هان ويشتوا بالاغوار. هو عجبك الصوره؟ نقول له يا جماعه. كثير. انت من قرايب؟ شو من قرايب؟